أخبار الاقتصاد تقدمها علا. مساء الخير. مساء الخير هنا. تفضلي. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، إليكم النشرة الاقتصادية والبداية بالعناوين. تدشين مشروع تجهيز وضخ المياه في منطقة تل الصوان في ريف دمشق بقيمة تزيد عن 7 مليارات ليرة. وبعد رفض أمريكا جولة لإعادة ملء مخزونها، ما علاقة أسعار النفط بالاحتياطيات والمخزونات؟ أهلا بكم من جديد. افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس المرحلة الأولى من مشروع ضخ وجر المياه من تل الصوان إلى محطة تل كردي، ويؤمن المشروع 12 ألف متر مكعب يوميا من المياه لمنشآت المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق. في إطار خطة إدارة المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق لتأمين المياه بشكل دائم والحد من التقنين، تم تدشين مشاريع عدة ضمن منطقة تل الصوان والموقع الخاص لضخ المياه بمحطة تل كردي العائد لإدارة المدينة الصناعية بعدرا، حيث تبلغ كمية ضخ المياه 20 ألف متر مكعب. الغاية من المشروع هو تأمين المياه للمدينة الصناعية. المدينة الصناعية كل ما اتسعت تحتاج إلى مصادر مياه، واضح تماما أنه مترافق تأمين المياه للمدينة الصناعية وفق تطور هذه المدينة واتساعة، واللي عم نشهد له تطوير كتير كبير. نحن كتير اليوم الحكومة تعمل بكل الوسائل لتأمين بيئة عمل للأخوة الصناعيين، لأنهم شركاء حقيقيين اليوم في عملية الإنتاج وفي توفير كل ما يلزمه الأخ المواطن. هذا المشروع إضافة إلى أنه عم بيقدم خدمة للصناعيين بشكل مباشر، له مهمة أخرى وهو تخفيض منسوب المياه الجوفية في هذه المنطقة، لأنه في عندنا كثير ارتفاعات في بعض المناطق. هذه المياه بتكون مشروع أهدافه مزدوجة، لكن الهدف الرئيسي هو خدمة الأخوة الصناعيين. المشروع يتضمن حفر وإكساء آبار تل الصوان وعددها 16 بئر وتنفيذ خزانات التجميع وتركيب مضخات ولوحات تحكم لوصلها بضخ الآبار مع تنفيذ خط جر المياه من تل الصوان إلى محطة تل الكردي وتنفيذ مراكز تحويل خاصة لآبار المياه داخل وخارج المدينة الصناعية بعدرا. قررت إدارة عدرا إشادة مشروع حفر وضخ وجر مياه من موقع تل الصوان إلى محطة تل الكردي. المشروع حاليا المرحلة الأولى بضخ 12 ألف متر مكعب لمحطة تل كردي اللي بدورها بتضخه لمدينة عدرا الصناعية. المرحلة الثانية إن شاء الله 8000 متر. بنكون بهيك سكرنا مبدئيا بنسبة عالية جدا الاحتياج الحالي من المياه بعدرا الصناعية. تم تنفيذ عدة مشاريع من أجل ضخ المياه من تل الصوان إلى تل كردي إلى المدينة الصناعية بعدرا. أول مشروع حفر وإكساء 16 بئر في منطقة تل الصوان. بالمشروع الثاني هو مشروع خزانات تجميع وتركيب مضخات. المشروع الثالث هو خط جر من تل الصوان إلى تل كردي، قيمة بالإضافة إلى مراكز تحويل خاصة لآبار اللواء. قيمة المشاريع بالمجمل حوالي 7 مليارات ليرة سورية من أجل ضخ هذا المياه، من أجل ضخ 12 ألف متر مكعب يوميا. تكلفة هذه المشاريع بلغت أكثر من 7 مليارات ليرة سورية، حيث تعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة جدا باعتبارها ستؤمن المياه بشكل دائم للمنشآت الصناعية، وبالتالي تحقيق خطة دعم هذه القطاعات الإنتاجية وتأمين متطلبات الصناعيين عماد الاقتصاد الوطني. استقبل وزير النقل المهندس زهير خزيم وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي الذي وصل إلى سوريا على رأس وفد وزاري لإجراء مباحثات تتناول سبل دفع علاقات التعاون بين البلدين. وخلال لقاء جمعهما في مقر الوزارة بدمشق، أكد الوزير خزيم أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد زيارة السيد محمد شياع السوداني ولقائه الرئيس الأسد، وما تمخض عنها من متابعة للمواضيع المشتركة
ومنها قطاع النقل الذي يعتبر مقدمة لمد جسور العمل المشترك اقتصاديا وتجاريا وسياحيا واجتماعيا بحكم العلاقة المتجذرة التي تربط سوريا والعراق. وبحث الجانبان تسهيل حركة الترانزيت والنقل البري وتنشيط عمل الشاحنات والتبادل التجاري والاقتصادي وتبسيط إجراءات عمل السائقين، إضافة إلى ضرورة تفعيل خطوات العمل للربط السككي وتكثيف قنوات التواصل بين الوفود الفنية بما يخدم تكامل علاقات التعاون في شرايين النقل. توصلنا إلى تشكيل لجان ستقوم بمتابعة كل هذه القضايا حتى نصل إلى حلول بأسرع ما يمكن تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني للبلدين. أيضا تطرقنا إلى المواضيع التي تخص طرق الترانزيت وتشجيع وحل كل القضايا التي تعيق أيضا وضع الترانزيت موضع التنفيذ. تطرقنا أيضا إلى تحسين واقع النقل الجوي بين البلدين، زيادة عدد الرحلات أيضا. أيضا وصلنا إلى شبه اتفاق على كل النقاط التي كانت سابقا تعاني من البلدين بمجال النقل ومشاريع النقل. أيضا ناقشنا الآلية اللي ممكن يتحقق فيها الربط السككي بين البلدين. بحثنا جملة من القضايا المهمة التي تنعكس إيجابا على مستوى الاقتصاد للبلدين، في مقدمتها مشروع طريق التنمية، هذا المشروع الكبير، ودور الجمهورية العربية السورية المنتظر في هذا المشروع الحيوي الاقتصادي. بحثنا مشكلة التكاليف المرتفعة لتأشيرة الدخول التي تمنح لسواق الشاحنات من الجانب السوري، وسوف ننقل هذه المعاناة إلى الجانب العراقي. بحثنا موضوعة الربط السككي مع الجانب السوري وأهمية هذا المشروع الاقتصادية للبلدين. كما تعلمون أن النقل البضائع والأشخاص عبر الطريق السككي هو أفضل بكثير من النقل أو الشحن الجوي، وكذلك أفضل من النقل البري. مشروع طريق التنمية هو مشروع يخدم جميع دول جوار العراق والمنطقة، وبالتالي تم عقد أكثر من مؤتمر دولي في العراق للتباحث حول آلية وكيفية ومشاركة ونسب المشاركة لدول الجوار والمنطقة في هذا المشروع. وبالتالي العراق لا يعمل بسياسة المحاور أبدا، إنما عمل بسياسة الانفتاح. وكما أن العراق نقطة التقاء للفرقاء السياسيين، سيكون العراق أيضا نقطة التقاء لاقتصاد هذه الدول. ترجئ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا إعادة ملء احتياطي البلاد الاستراتيجي من النفط بسبب ظروف السوق، ويأتي القرار في وقت تجاوزت فيه أسعار الخام 80 دولارا للبرميل، ويأتي هذا بالتوازي مع الهبوط التاريخي الذي شهدته مخزونات النفط الأمريكية. فما العلاقة التي تربط أسعار النفط بالاحتياطيات والمخزونات؟ قوانينكم عنصرية، رسالة ديمقراطية وجهت للجمهوريين خلال مشادة كلامية ليست بالجديدة بين الحزبين الرئيسيين في أمريكا بشأن مشاريع قوانين يستخدمها الديمقراطيون سلاحا للضغط على الجمهوريين. ومع عودة أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى جدول أعمال الساسة في واشنطن، يسعى المسؤولون الأمريكيون لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد أن أدى السحب التاريخي الذي أمر به الرئيس جو بايدن والبالغ قدره 180 مليون برميل إلى وصول الاحتياطي إلى حوالي نصف سعته، حيث سعى بايدن إلى ترويض أسعار البنزين المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية خلال العام الماضي. تحدث عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي عادة بهدف التخفيف من العجز في الموازنة عبر تغطية عمليات البيع من الاحتياطي، وتتأثر أسعار النفط بمخزونات النفط التجارية، إذ أن انخفاض المخزون المنتج يرفع الأسعار
وارتفاعه يخفضها. للأسف استخدم الرئيس بايدن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بنكا شخصيا خاصا به، إذ استفاد من احتياطيات الطوارئ في محاولة لإنقاذ جدول أعمال إدارته المناخي وخفض أسعار الغاز. ورغم تصريحات إدارة بايدن أنها ستشتري النفط عندما انخفضت أسعاره إلى 67 دولارا للبرميل و72 دولارا للبرميل، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتتخطى 80 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مع تراجع الإمدادات بعد تخفيض أوبك وحلفائها الإنتاج. الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة ملء احتياط النفط الاستراتيجي، لكنها لن تتسرع في القيام بذلك على الفور. يرى خبراء أن ملء المخزون الأمريكي إذا ترك تأثيرا فإنه سيكون ضعيفا جدا لأسباب عدة، أولها أن الكميات التي ستشتريها الولايات المتحدة قليلة وأثرها في السوق قليل، إلى جانب قرار الكونغرس ببيع كميات كل عام أوقف بيع بعضها إلى الصين التي تواصل ملء مخزونها المرتفع بشكل كبير. والمفارقة هنا أن السعودية تحدد أرضية أسعار النفط بتخفيضها الطوعي، بينما تحدد الصين سقف الأسعار بسحبها من المخزون الاستراتيجي. في سياق آخر، أوقف البنك الدولي صرف الأموال لجميع عملياته في النيجر حتى إشعار آخر بسبب الانقلاب، مشيرا إلى أن شراكاته مع القطاع الخاص ستستمر بحذر. هذا وأنفق البنك الدولي في النيجر مليار ونصف المليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وقد أنفق منذ مطلع العام 730 مليون دولار. كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة، لكنه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر. ختام الاقتصادية، شكرا لكم على المتابعة وعودة إلى هناء. شكرا لك، يعطيك العافية.